9 إبريل هو اليوم العالمي للصحة. تأكيداً أن الصحة من أهم الأشياء اللي بيحرص عليها الإنسان، ودايماً لما بنتضرع لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء بنقول يا رب الصحة والستر. الصحة يعني من أكثر الكنوز اللي الإنسان بيحرص عليها وبيحافظ عليها كمان. العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للصحة، وكمان احنا في مصر الحقيقة حصلت طفرة صحية كبيرة، سواء في الرعاية الصحية للمواطنين المصريين أو من خلال المبادرات اللي أطلقها الرئيس السيسي للحفاظ على صحة المواطن المصري من خلال هذه المبادرة اللي حققت نجاح كبير، 100 مليون صحة. كمان عندنا سواء في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للتأمين الصحي مبادرات أخرى، يعني كلها في إطار هذه المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض يعني اللي ممكن تؤثر على صحة أطفالنا في المدارس. ده الموضوع اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم من خلال لقائنا الرئيسي في أيامنا. خليكم دايما معنا. Safe food is clean. It is not contaminated by microbes, viruses, or chemicals. It is safe because the people who bring it to us take care every step of the way to keep it that way, from the farm, fishery, and factory to our plates. Safe food is important because it keeps people healthy, communities productive, and economies strong. But not all of our food is safe. Every year, millions of people fall ill all over the world because they eat contaminated food. Unsafe food can cause disease. Unsafe food can cause disease. Malnutrition and even death. We are all at risk, especially children, the old and the sick. To keep us all healthy, we must each do more to ensure our food, wherever it comes from. أهلا بكل مشاهدينا مع حضراتكم، وأول لقاءاتنا وفقراتنا الرئيسية النهاردة في أيامنا، واللي من خلالها نتناول اليوم العالمي للصحة اللي بيوافق يوم 9 أبريل من كل عام. مزيد من التفاصيل حول الاحتفال سواء على المستوى العالمي أو كمان في الداخل المصري واهتمام الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، وخصوصا بصحة ولادنا في المراحل التعليمية المختلفة. مزيد من التفاصيل حول هذا الاحتفال من خلال لقائنا مع ضيفتنا اللي بتشرفنا في هذه الفقرة الرئيسية، دكتورة نجلاء يحيى، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة العامة للتأمين الصحي. أهلا وسهلا دكتورة نجلاء، منورانا. أهلا بحضرتك. طيب، عايز أطلع من خلال الاحتفال بهذا اليوم بالرؤية الجديدة اللي العالم كله بيتجه إليها في الاهتمام بالصحة، سواء الصحة دي الصحة العامة لينا احنا ككبار أو كمان لأبنائنا في مراحل التعليم المختلفة. الحقيقة دي رؤية القيادة السياسية منذ فترة تمحورت حول صحة الإنسان المصري ووضعه على خريطة صحية، سواء الإنسان المصري كبير وصغير. طبعا أطفالنا دلوقتي هم أبطالنا القادمين أو الشباب القادم خلال 10 سنوات القادمة أو 15 سنة القادمة، فكان ده محور اهتمام القيادة السياسية في فعاليات كتير أو مبادرات كتير بدأت بها الحكومة، متمثلة في توأمة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم. طبعا اللي بيقوم بالمبادرات دي
والتنفيذ على أرض الواقع هو الهيئة العامة للتأمين الصحي مع وزارة الصحة بالاشتراك مع التربية والتعليم، لأن الأطفال من سن 6 سنوات لسن 18 سنة هم في التعليم الأساسي، مراحل التعليم، وهم أيضا مؤمن عليهم. فده على عاتقنا هذه المسؤولية. في الحالة دي احنا بدأنا توعية قبل ما نبدأ المبادرات اللي هي مبادرة الأنيميا والتقزم والسمنة، أو الأنيميا وقصر القامة هنقدر نقول، والسمنة أو النحافة، هما الاثنين أمراض سواء سمنة أو نحافة. بدأنا بمحاضرات توعية ومعسكرات توعية، نقول أحلى من المحاضرات، إن احنا بنوعي الأطفال في مدارسهم يعني إيه الأكل الصحي، يعني إيه لما يكون عندك أنيميا إيه هو المرض ده وممكن يأثر عليك في إيه، يأثر على واجباتك المدرسية، على قلة تركيزك، نشاطك، اهتمامك. طيب دكتور، يعني مسألة التوعية دي سواء أولياء الأمور أو لولادنا في المدارس، يعني أكيد بيبقى في معلومات غذائية. طيب لو هذه المعلومات كان في أسئلة من أولياء الأمور، خصوصا أن التكلفة ممكن تبقى غالية، يعني عشان نوفر وجبة غذائية متكاملة يعني ممكن يكون الأمور اقتصاديا لبعض الأسر الأقل، يعني هنا بتكون ممكن الردود إيه؟ هو الحقيقة الوجبة الغذائية صحيحة مش بتكلفتها المرتفعة، لأن وجدنا أن الوجبات الغذائية الأطفال بيأكلوها، مش هنقول المدارس أنواعها إيه، لكن هي غير صحية، اللي هي يكثر فيها المعجنات والشوكولاتات والبطاطس المحمرة بالضبط بالضبط. لكن وإحنا بدأنا نوعي زي ما بقول لحضرتك، يعني إحنا سافرنا أماكن بعيدة، سافرنا أقاصي الصعيد، اتكلمنا مع الولاد في بداية المحاضرة أو الندوة، سألناهم كل واحد بيحب يأكل إيه، وفي نهاية الندوة سألناهم هتاكلوا إيه، فاتكلموا قالوا ان احنا ممكن ناكل جبنه قريش ونحط معاها جرجير او فلفل اخضر او خيار وطماطم، فبداوا يفهموا ايه الفايده بتاعتها. طيب الاماكن المختلفه في بلدنا، ويعني لكل مكان خصوصيه لغذائه، اكيد يعني ده بيؤخذ في الاعتبار، مثلا لو اماكن بينتشر فيها النخيل مثلا فبالتالي طبعاً البلح طبعاً كده، لو طبعاً اماكن اخرى زي الدلتا انواع الخضروات اللي حضرتك ذكرتيها بالزبط. يعني النقطه دي مزيد من التوضيح. احنا فهمناهم يعني ايه وجبه غذائيه، ويعني ايه انيميا، يعني ايه مرض فقر الدم، وانت هتحس بايه. الطالب او ولادنا الصغيرين هم محتاجين مش بس نقول لهم تركيز في الدراسه، هو عايز يكون ببنية سليمة عشان يقدر يلعب، يكون متفوق في تمرين معين، في سباحة، في كرة يد، في باسكت، في كرة قدم طبعا، في ألعاب قوة، لازم تحصيل دراسي بالضبط. فده كله مهم قوي، وهم طبعا مثلهم الأعلى رياضيين مصريين وصلوا للعالمية طبعا، فكان ده تشجيع قوي ليهم ان هم يبداوا يفهموا. ساعات كتير في اسر بسيطه فمحتاجين ان الاطفال دي هي اللي هتكون سفيره لامهاتها واسرها البسيطه دي، ازاي يفهموهم ايه الاكل الصحي. طيب خليني اروح مع حضرتك لنموذج مضيء جدا في اعتقد تاريخ الصحه المصريه، وهي المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه للكشف عن فيروس سي والامراض الساريه. ومش هتكلم عن نجاح الحملة لأني طبعا ده مرصود تماما، لكن هتكلم عن جزئية الأرقام. يعني كنا متوقعين من خلال الحملة دي أن عدد المصابين مثلا بفيروس سي يكون أكتر من كده بكتير، لكن اتضح أن الأمور يعني في أرقام متفاوتة. خلينا ناخد ده ونقارنه بنتيجة الحملة الهيئة العامة لتأمين الصحة أجرتها على طلاب المدارس على الأمراض اللي احنا ذكرناها زي الأنيميا والقصر القامة والسمنة والحاجات دي كلها. النسب اللي كانت يعني متوقعة زي النسب اللي لقيتوها فعليا، ولا يعني إيه الأحوال؟ لا الحقيقة أولا هي مبادرة واحدة، هي 100 مليون صحة ل 100 مليون مواطن مصري اللي هم الكبار والصغيرين. صحيح. فإحنا استهدفت هذه المبادرة اللي هي مبادرة الكشف عن الأنيميا
وقصر القامة والنحافة والسمنة. كان مستهدف 12 مليون تقريبا طالب ابتدائي في المرحلة الابتدائية اللي هي من 6 سنين ل 12 سنة أو 13 سنة حسب المدرسة. دلوقتي أتمينا المرحلة الأولى والثانية وهي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت على 11 محافظة، والمرحلة الثانية أيضا 11 محافظة، والمرحلة الثالثة هم خمس محافظات. النسب إيه يا دكتور؟ النسب لا مش زي ما كنا متوقعين، بالعكس. طبعا في نهاية المرحلة تماما المبادرة هنقدر هنقول النسب، لكن احنا عندنا البايلوت ستادي اللي احنا خدنا الدراسة الاسترشادية بيها اللي اجريناها في شهر 12 اللي فات في العام المنصرف. كانت النسب الأنيميا حوالي 22.5%، وفي نسبة سمنة وفي نسبة تقزم قليلة قوي. بالعكس الآن النسبة أقل من البايلوت ستادي لما عملنا، إن احنا النهاردة بمساء هذا اليوم وصلنا أكثر من 6 مليون طالب أجري الفحص عليهم في المرحلة الأولى والثانية. مفروض إن احنا هنخلص إن شاء الله بانتهاء العام الدراسي. في بعض الأيام هتبقى متبقية للغياب أو لحصل بعض ظروف في بعض المحافظات زي الأمطار الغزيرة والسيول، فعشان كده هتفضل مستمرة إن شاء الله لنهاية العام الدراسي. طب الخطوة التالية بعد عملية المسح والكشف وخروج مؤشرات وأرقام، إزاي بنتعامل مع الحالات اللي عندنا؟ طبعا يعني الحمد لله الأغلبية من أبنائنا ومن كمان الشعب كله 100 مليون مواطن، الحمد لله يعني الكشف الطبي المسح أثبت أن الأغلبية الحمد لله بصحة، لكن اللي بنلاقيهم من أبنائنا في المدارس عندهم أي حاجة لتدخل أو علاج، الخطوة بتكون إيه؟ إحنا الحقيقة الفرق اللي استخدمناها في هذا المسح في المبادرة دي حوالي 5200 فرقة كل المحافظات القطر. بعد كده أي حالة بنلاقيها إيجابية سواء في مؤشر لسمنة أو مؤشر لتقزم نحافة أو لأنيميا بيحال الطالب بالفعل إلى حاجة اسمها عيادات الربط، واحنا عندنا منها 225 عيادة. اماكنها فين؟ كل مدرسة انت عارف حضرتك مربوطة على حاجة اسمها المنطقة التعليمية، وايضا هي منطقة صحية. يعني عندك ادارة المستشفى هيئة التأمين الصحي اللي موجودة في المنطقة، ادارة تعليمية وفي ادارة صحية. تمام. بيروح للطبيب المختص الاخصائي الاطفال بيجرى بقية تحاليل مطلوبة منه، بناء عليه بيستكشف انه في خلل في حاجه معينه. انت عارف الانيميا هي انواع كمان طبعا طبعا وبنسب. بعد كده بعد ما يجري الفحوصات دي اذا احتاج الامر بعض التحاليل المتقدمه اكتر بيتحول لاخصائي الاطفال. في اخصائي الاطفال ممكن الحاله لو هي بسيطه او متوسطه، بعد كده لو الحاله محتاجه اكتر في حاجه اسمها لجنه امراض الدم. اللجنة دي هي اللي بتقرر نوع العلاج وبيستمر عليه الطفل، وبتستمر المتابعة في العيادة المتخصصة زي ما بقول لحضرتك العيادات الربط أو العيادات الشاملة، بتتابع من قبل الاستشاريين الأطفال. طيب اللي عايز أقول لحضرتك إن إحنا أعتقد الدولة المصرية كلها بتتجه مش فقط لتقديم الخدمات الصحية ولكن تقديم الجودة في الخدمة الصحية وتحقيق الرضا طبعاً. ان المواطن يبقى طبعاً. راضي على الخدمة الصحية الموجهة اليه. ايه اللي اتحقق في مش مسألة تقديم الخدمة لكن الجودة والرضا؟ حضرتك مش بس ان احنا نعمل مسح ونعرف ارقام، لا مسح وارقام وعلاج للارقام دي. نعم. ومش بس علاج للارقام، وهي احنا كمان بنهدف الى عدم الرجوع لهذه المشكلات تاني. زي مثلا احنا فيروس سي احنا بنوعي الاطفال من هم صغيرين والكبار جدا. ايه العادات الصحية الجيدة الصحيحة اللي مش هتخلينا تاني نصاب بهذا المرض. وايضا الانيميا مثلا الانيميا سواء احنا ده اللي عنده يعني عنده كان ايجابي او سلبي بعد الشر عنده حاجة ايجابي فتعالج بالفعل،
فما يحصلوش حاجه تانية انتكاسه او اللي ما عندوش او يتعدي تاني اللي ما عندوش ما يجيبوش. فاحنا لو استعملنا رجعنا لعادات خاطئه هنتعدي. صحيح. فكل المبالغ اللي صرفت دي والجهد الجهيد اللي الدولة والقائمين عليها كان مهول هيروح على الفاضي. أكيد. والأهم من ده كله هو صحة المواطن. طبعا. طيب احنا عندنا فاصل نخرج نتابعه مع حضرتك ونرجع بعد كده نشوف الآفاق اللي مصر وصلت إليها من دولة مؤشر الخدمات الصحية فيها يعني مش جيد للغاية، مش مرضي على المستوى الدولي، لدولة الآن بتصدر الخدمات الطبية. بعد التقرير ده إن شاء الله والفاصل ده هنرجع لحضراتكم مرة تانية. أهلاً. التغذية السليمة بتحمي أطفالنا من أمراض كتير زي التقزم، بس يا ترى هم عندهم فكرة؟ دلوقتي لو أنا عاوز أطول بسرعة بس بسرعة أعمل إيه؟ شد نفسك كده وتعطيتك. أيوة اوعي تكوني بتضحك عليا. طب انا اعمل ايه عشان اكبر؟ اعمل رياضه. اجري. انط كتير. اجمد احسن. انا اكل ايه عشان اطول؟ كل اكل صحي، بطاطا بشاميل، عيش، فاصوليا، لحمه، كباب وكفته. انت جوعتني. والبيض. طب ممكن اكل الكرسي ده؟ تدخل. عندك افكار اكل؟ شوكولاته. طب ما انا بس مش عايز ادخل سندوتش كشري. بس سندوتش كشري اصلا. كفايه بقى كده خلاص، انا مش عايز اطول خلاص. مدارسنا فيها 12.5 مليون طفل من 6 ل 12 سنه، وده اهم سن لنمو جسمهم، عشان كده وزاره الصحه بتلف كل المدارس لوقايتهم وعلاجهم مجانا من امراض زي الانيميا والتقزم والسمنه، عشان نشوف جيل بكره يكبر بصحة. حملة 100 مليون صحه من وزاره الصحه، مبادره رئيس الجمهوريه لعلاج امراض سوء التغذيه للاطفال في المدارس. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد ما تابعنا الفاصل مع حضراتكم. بنرجع مره تانية واحتفالنا باليوم العالمي للصحه اللي بيوافق يوم 9 ابريل. ضيفتنا المشرفانة في هذا اللقاء دكتوره نجلاء يحيى، مدير الاداره العامه للمكتب الفني بالهيئه العامه للتامين الصحي. قبل ما نخرج للفاصل كنا متوقفين على جزئيه اعتقد كلنا يجب ان احنا نؤكد عليها ويجب ان احنا نفتخر بيها، لانه انجاز على الارض في مصر ومجهود كبير ودعم من القيادة السياسية، ويعني أكيد هذه النتائج بيشعر بها المواطن إن إحنا من دولة يعني على التصنيف الدولي للخدمات الصحية اللي بتقدم يعني مش مرضي، لدولة أصبحنا بنصدر هذه الخدمات الصحية. شفنا يعني سيادة الرئيس هو يعني بيقول توجيهاته لأن إحنا نقدم خدمتنا لمليون إفريقي للكشف عن فيروس سي، وهذه التجربة الرائدة المصرية اللي أصبحت قارية ودولية. هذا التحول كيف حدث وآفاقه هتصل ليه؟ هو الحقيقة التحول حدث بالإصرار. المواطن لما يصر على النجاح بالعمل الجماعي بنحقق أهداف عالية قوي. المجتمع الدولي كله بيبص لنا لأن احنا فعلا أنجزنا، يعني تقريبا احنا فحصنا اغلب المستهدف بتاعنا سواء في الكبار او في الصغيرين في حملة الانيميا والقصر القامة او التقزم والسمنة، وكمان في حملة فيروس سي لطلاب المدارس الثانوي. فكل العالم بيبص لنا ان احنا ازاي قدرنا نفحص هذا الكم الهائل في الفترة الزمنية الصغيرة. هي الاصرار والعمل الجماعي والعمل المؤسسي اللي احنا كلنا كمؤسسات اتشاركنا مع بعض، وزارة الصحة، التأمين الصحي، التربية والتعليم، كل الوزارات كانت معانا واحنا بنشتغل الشغل ده، وكان في الهدف الأساسي هو النجاح. ليه؟ لصحة المواطن المصري، لأن لما دولة يكون المواطنين بتوعها أصحاء مش معديين، ما عادوش بيخافوا مننا واحنا مسافرين لهم، ده حاجة جميلة قوي. أفريقيا عايزة تقلدنا، دول كتير عايزة تقلدنا، لأن احنا كمان بقى عندنا خبرة. احنا ادينا دورات تدريبية كبيرة للطاقم الطبي كله سواء أطباء أو تمريض، أو إدخال مدخلين بيانات موظفين آي تي بقى عندهم مهارة شديدة إنه بيدخلوا الأرقام الكبيرة الكتيرة دي بسرعة فائقة بدقة فائقة. أيضا دلوقتي بقى عندنا خريطة للمواطن المصري، بقينا عارفين طبعا احنا المكان ده فيه قد ايه، نسبة كذا، اتعالج بنسبة كذا. هي مسألة يا دكتور كمان اسمحي لي الإصرار على النجاح.
ما هي ده في المنظومة نفسها واللي فكر فيها، يعني مسألة ربط الفحص بالرقم القومي. آه طبعا. وبالتالي أصبح الرقم القومي زي كلمة سر بالزبط. للمواطن ده بالزبط. إن هو يقدر يشوف من خلاله أحواله الصحية والاجتماعية والتعليمية، يعني دي نقطة يعني الحقيقة في منتهى الأهمية في تقدم الدولة. طيب أنا عايز أروح مع حضرتك وإحنا في يعني معرض حديثنا عن اليوم العالمي للصحة، ومصر الحقيقة لا تقل عن أي دولة من الدول المتقدمة شعوبها بتعتمد على التأمين الصحي، وزي ما بنقول كده بتعتبر أن وراها ظهر لمسألة أي مشكلة صحية لأي فرد من أفراد العائلة. التأمين الصحي بيبقى عنصر مهم جدا في حياة المواطن في الدول المتقدمة. إحنا في مصر بنرجو وبننتظر هذا الأمر يعني كحلم، أعتقد أنه لم يصبح حلم بعيد، أن التأمين الصحي يكون ظهر صحي، يعني بمعنى الكلمة سند للمواطن المصري بكل اطمئنان. هل ده بيعتمد فقط على قانون التأمين الصحي الجديد؟ هل بيعتمد على ثقافة المواطن؟ هل بيعتمد على دعم مزيد من الدعم من الدولة؟ يعني كلمينا عن البعد ده وأهميته في حياة المواطن المصري أي مكان التأمين الصحي له. هو التأمين الصحي بدأ زي ما الأغلب عارف سنة 64، كان الأول المستهدف نص في المية، الآن بيشكل حوالي 59% من الشعب المصري، يعني حوالي 59 مليون مواطن. مظلة التأمين الصحي تشمل تقريبا 60 مليون مواطن. بالضبط. دلوقتي كمان الخدمات اللي بقت تقدم بقت خدمات أكثر جودة أعلى بالنسبة للمواطن. في حاجات كتير شملها التأمين الصحي، من أهمها اللي حضرتك أشرت إليه علاج المرضى فيروس سي، وده كان بيشكل رعب كبير يمكن على الدول المجاورة لينا. لما المواطن المصري بقى ياخد علاج الفيروس خلال 3 شهور، بعد كده يعمل فحوصات يبقى هو مواطن سليم، ده إنجاز كبير. الطفل الصغير لما إحنا نفحص 12 مليون طفل ونعالج من يثبت وجود أنيميا أو تقزم عنده أو سمنة، نصحي العادات الصحية الغذائية بتاعته ونغيرها نخليها للأفضل، مش بس خلال فترة مبادرة. ما هي ده اللي انا عايز اقوله، يعني عايزين نعمل توعيه للمواطن المصري، يعني ما تكونش القصه دي مرتبطه بالمبادرات لكن باسلوب حياه طبعًا المواطن طبعًا. ان ده يبقى يعني ثقافه وهي عمر. مبادره فخامه الرئيس مش بس فيروس سي، يعني احنا مش عايزين نقول ان فحصنا اغلبيه الشعب المصري من فيروس سي فقط، لكن احنا اكتشفنا حاجات كتير زي السكر والضغط والسمنة. السمنة ما معنى السمنة بالنسبة للكبار في السن؟ كتلة السمنة الجسم. انا عندي كوليسترول، السمنة هتأثر على القلب، السمنة بتأثر على حاجة مهمة قوي والمصريين اغلبهم بيعانوا منها، هي امراض العظام. نعم. المفاصل، امراض المفاصل دي من ايه؟ من السمنة وعدم الرياضة. يعني في ناس مش لطيفة قوي بتضحك او يعني بيكون just joking ان احنا بنتكلم عن الرياضة او ركوب العجلة او المشي، يعني ده معيار لطريقة لتقدم. حياة بالظبط. يعني الرياضة معيار لتقدم الشعوب بالظبط. دي طريقة حياة. نعم. فلما الانسان يتعلم الاكل الصحيح والرياضة او الحركة، خلينا نقول الحركة، يعني في ناس كتير يقولك اصلا انا ما عنديش نادي، لا مش شرط. فالرياضة أو الحركة هي مهمة جدا لأمراض كتير زي الضغط، القلب، المفاصل، فأنت محتاج تتحرك، هشاشة العظام بتيجي من عدم الحركة. نعم. طيب يعني عايز أروح مع حضرتك لحلم المواطن المصري بأنه لو تعرض لمشكلة صحية أقرب حاجة يروحها مستشفى التأمين الصحي وهو مطمئن. امتى ده يبقى فعلا عن ثقه
وعن تجربة. وانت عارف حضرتك دايما التجارب الناجحة بتنتقل وبيعترف بيها اللي بيتعرض لأي مشكلة صحية، وده تأكيدا هيأثر كمان على مسألة الاستغلال اللي ممكن أي مريض يتعرض له لو تم علاجه في يعني الحاجات الخاصة والكلام ده كله. يعني إحنا هنا بنتكلم عن بعد في غاية الأهمية له تأثير صحي وتأثير اقتصادي أيضا. يعني حضرتك في تصورك وأنت من المسؤولين في هيئة التأمين الصحي، إمتى ده ممكن يتحقق وإيه اللي بيقف أمامه من تحديات؟ هو إن شاء الله في بداية مبشرة وهو بيتحقق فعلا على أرض الواقع. إحنا التأمين الصحي في 39 مستشفى كبير، بالإضافة إلى أنه هو متعاقد على تقديم الخدمة في مستشفيات كتير جدا خاصة، يعني متعاقدين مع مستشفيات الجيش، مع مستشفيات الشرطة، مع المستشفيات الجامعية. تمام. على تقديم الخدمة. تمام. يعني هو مؤمن عليه، بس بتؤدى الخدمة عن طريق المستشفى الجامعي أو نعم. المستشفى مستشفيات الأمانة. نعم. والحساب من هيئة العامة للتأمين الصحي. نعم. فما فيش أي مشكلة في كده. المهم المصداقية، وإحنا نطلب من المواطن أو المؤمن عليه برضو الحفاظ على هذه المستشفيات. طبعا دي ملكه. إن أنا بالظبط. فالحفاظ واحترام الدور واحترام الكبير واحترام الصغير ده مهم قوي برضو. احنا أكيد. بنطلبه من طبعاً المنتفع. هي منتفع. هي منظومة متكاملة، لان هي دي بتاعته. صحيح ملكه. دي هي دايرة واحدة، سواء في من يقدم الخدمة او المتلقي الخدمة. يعني هي المسألة يعني الاتنين كسبانين على فكرة. صحيح. مفيش حد. صحيح. يعني له مصلحة على حساب الآخر إلا مصلحة بلدنا وخيرها. يعني أنا الحقيقة تشرفت أن حضرتك كنت معنا النهاردة دكتورة نجلاء يحيى، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة العامة للتأمين الصحي. كل الأمنيات بالتوفيق لهيئة التأمين الصحي، وإن شاء الله يعني كل الصحة للمئة مليون مواطن دايما يعيشوا في صحة وأمان. شرفتينا. شكرا جزيلا. شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا من خلال فقرتنا. فاصل ونرجع لكم، فقرتنا ما زالت مستمرة معاكم في أيامنا.